لا لنبكي جسد، ولكن لنبكي فراق مؤثر وخادم سبق في خدمته، عاش أمينا في رعايته. نعوز بوقت أن نتحدث عن خدمته هنا وهناك، لكن لا شك أنه قد جاءت الساعة التي تنتهي، ساعة الإهانة، وقت انحلال الجسد، وقت انحلال الحضور. من كل قلبي أعزي الأسرة، الصديقة، الزوجة، والابنة، والأحفاد، كما أشارك التعزية الصديق العزيز قس منيس وأسرته. أعزي الإخوة وأبناء الإخوة في بعيد مصر وهنا، بل أعزي الكنيسة العامة التي خدمها بصدق وبأمانة وبحب وبتفاني. سيبقى كل أثر له بخدمته، ستبقى حياته شاهدة، ستبقى خدمته بيننا وبين الذين عرفوه والذين تعلموا منه والذين استمعوا إليه، فهي خدمة عميقة عريضة لا حدود لها. نشكر الله لها ونقول نطوبه لخدمته ونقول لا إلى فراق لكن إلى لقاء عندما تجتمع الكنيسة المنتصرة حول العرش، وعندئذ نجتمع الأحباء مرة أخرى حيث لا فراق، حيث لا دموع، حيث لا بكاء. تعزية قلبية صادقة لكل الأحباء وللكنيسة التي خدمها بطولها وعرضها. ولتكن نعمة الله معزية لنا جميعا.